الوطني لنهار اليوم 20 من شهر أوت لعام 2018. البداية ستكون بجريدة النهار والتي عنونت لنهار اليوم الفوريير للشاحنات الوزن الثقيل مهما كانت المخالفة. كشف رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني العقيد قمات مولود أنه سيتم إدراج قانون جديد ينظم حركة مرور الشاحنات وزن الثقيل، مؤكدا أنه سيتم تطبيق العقوبات على حسب الوزن الذي تحمله الشاحنة. جريدة النهار كذلك عنونت لنهار اليوم الذبيحة باطل في باطورات الدولة. كشف المدير بالنيابة لمؤسسة تسيير المذابح والمسمكة لولاية العاصمة رشيد رمضاني أن مذابح العاصمة ستفتح أبوابها خلال يومي العيد أمام المواطنين للنحر وبصفة مجانية، حيث من المقرر أن تستقبل المذابح أزيد من 850 رأس غنم وحوالي 200 رأس بقر لنحرها خلال هذه المناسبة. نبقى دائما مع جريدة النهار والتي عنونت كذلك ملف تنظيم مونديال 2030 على طاولة الحكومة في شهر سبتمبر، أين بشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فاف ورئيسها خير الدين زطشي التحركات الرسمية من أجل التقدم بملف مشترك رفقة كل من تونس والمغرب لاحتضان نهائية كأس العالم 2030، حيث كشفت مصادر مطلعة للنهار أن زطشي يحضر لتقديم طلب رسمي لوزير الشباب والرياضة محمد حطاب من أجل أن يطرح هذا الأخير القضية على الحكومة خلال مجلس الوزراء المنتظر انعقاده في شهر سبتمبر القادم. مراهق عمره 15 سنة يختطف طفلة ذات 9 سنوات يغتصبها ثم يقتلها، أين اهتزت صباح أمس في حدود الساعة 8 صباحا مدينة وهران على وقع جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها الطفلة سلسبيل البالغة من العمر 9 سنوات بعد اختفائها من حي الياسمين أول أمس في حدود الساعة 10 ليتم العثور عليها جثة هامدة أسفل العمارة بحي الصباح. نمر الآن إلى جريدة الشروق والتي عنونت لنهار اليوم المياه متوفرة وصهاريج تجوب الأحياء يومي العيد. طمأن المدير العام للجزائرية للمياه إسماعيل عميروش بتوفير المياه الصالحة للشرب بمختلف حنفيات المواطنين عبر التراب الوطني خلال يومي عيد الأضحى المبارك، كاشفا عن إنتاج 5 ملايين متر مكعب خلال اليوم الأول ومثله في اليوم الثاني من المناسبة، مع تجنيد أكثر من 8000 عون سيسهرون على المرافقة طيلة الفترة تجنبا لأي انقطاع، حيث خصصت الجهات ذاتها المئات من السهريج لمرافقة الفترة تجنبا لأي طارئ. إلى جريدة البلاد والتي عنونت لنهار اليوم مسابقة توظيف جديدة في سلك الشرطة. أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن مسابقات توظيف خارجية على أساس الشهادة تشمل فئة الملازمين الأوائل لسنة 2018 ذكور وإناث، حيث شرعت في استقبال ملفات الترشيح لتعزيز التعداد البشري وتدعيم الجهاز بعناصر تتمتع بالتكوين العصري لأداء مهامها في تأمين المواطن وحماية ممتلكاته. وقت الجزائر عنونت لنهار اليوم 2 مليون حاج يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم. في أكبر تجمع سنوي على الإطلاق يقف اليوم نحو 2 مليوني حاج من بينهم 38,000 جزائري على صعيد عرفة الطاهر لأداء أهم ركن من أركان الحج الوقوف بصعيد عرفة في يوم ينزل فيه الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ليتفاخر بعباده الذين جاءوه شعثا غبرا راجين رحمته طالبين مغفرته ويشهد ملائكته أنه قد غفر لهم. إلى جريدة المحور والتي جاء فيها ويحيى ينفي تورط بالعباس في قضايا فساد ويوضح بخصوص بوجهر. نفى حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون لقرار الأمين العام للأرندي أحمد ويحيى القاضي بإبعاد النائب البرلماني بالعباس بالعباس من رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب أي علاقة بقضية إقصاء السيناتور بوجهر مليك.
الموعد اليومي عنونت لنهار اليوم: بنك الجزائر يكشف عن تطور أسعار صرف الدينار في عام 2018. أكد بنك الجزائر تطور أسعار صرف الدينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018، موضحاً أن قيمة الدينار ارتفعت مقابل الأورو بنسبة 2.1% مقابل انخفاضها مقابل سعر الدولار بنسبة 9.3%، وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهر مارس وكذلك جويلية. إلى جريدة المساء والتي جاء فيها لنهار اليوم: من 6 أشهر غير نافذة إلى سنة نافذة في حق المتورطين، أين قضت محكمة ميلا بعد منتصف نهار أمس الأحد بأحكام تراوحت ما بين 6 أشهر سجنا غير نافذ إلى سنة نافذة في حق المتورطين الثلاث في قضية النصب على أكثر من 100 شخص من الولاية كانوا يرغبون في أداء مناسك الحج لهذه السنة. جريدة لوريزون جاء فيها لنهار اليوم: القضاء على مهرب وتوقيف آخر بجنات. تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أول أمس من القضاء على مهرب رفض الامتثال لأمر التوقف قرب الشريط الحدودي بجنات، وتم توقيف مهرب آخر حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني. جريدة ليديبا عنونت: هزة أرضية بقوة 4.2 درجات ببجاية، أين سجلت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على سلم ريشتر في حدود الساعة 1:21 من زوال أمس الأحد بولاية بجاية حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له. وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة قد حدد على بعد 3.9 كيلومتر شمال الشرق منطقة أوقاس بنفس الولاية.